مشروب حارق للدهون، قوي جدا جدا جدا، مهضم وحارق للدهون ومنشط للجسم ومعزز لكل الحيوية في داخل الجسم. كل العمليات الحيوية في جسمك تابعنا في مشروب الأناناس مع الزنجبيل، كيف بدنا نعمله وكيف بدنا ببساطة جدا نحرق كل الدهون اللي مش لازمة في جسمنا ونزود طاقتنا وقوتنا وعضلاتنا. أحبتي في كل مكان، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأناناس فاكهة شهية غنية بالعناصر الغذائية الغذائية والعلاجية، لها فوائد جمة. أهم هذه الفوائد إن هي هاضمة وحارقة للدهون ومعززة للباءة، أيضا مقوية للدم، معالجة لأمراض العيون خاصة التنكس البقعي والذبابة الطائرة، وأيضا لأمراض الجيوب الأنفية. بالتالي لها فوائد لا تعد ولا تحصى في هذا المجال، محسنة للمناعة، واقية من كثير من الأمراض. حقيقة الأناناس عندما نيجي نحضره دائما بيتقشر وبيرمي القشر، وجزء كبير من الفوائد بترتمى بدون الفائدة منها، مع العلم انه بها فوائد عديدة جدا، وكثير انه بيرمي القلب تبعها القاسي دون ما يدري انه هو مليء بعنصر البروميدين وبالمنغنيز وبمضادات الأكسدة بصورة مكثفة جدا، لكن لانه قاسي ما بيتمضغش او ما بيتاكلش فالكل بيرمي. كيف نستفيد منه؟ ناخذ حبة الأناناس نغسلها جيدا، لأنه هي دائما ثمرة قريبة من التربة، كل شيء قريب من التربة زي البطيخ والشمام والخضروات الورقية دائما يجب أنه احنا نغسلها بعناية فائقة، بل أنه نضيف من ضمن الماء اللي احنا بنغسل فيه إما محلول حمض الليمون أو عصير الليمون للماء أو الخل نضيفه للماء أو محلول ملحي علشان نعقم ونقضي على أي ميكروبات. فأول خطوة أنه حبة الأناناس بنغسلها جيدا حتى بالفرشة وبإيدينا وبالمحلول اللي مضاف له الخل التجاري الأسيتيك أسيد حامض الخليك، بحيث أنه إحنا نعقمها تماما وتكون نظيفة. الآن إحنا أخذنا السكينة وقطعنا القشرة 1 أو 2 ملي منها، والجزء الأسود اللي بيبقى ضايل متبقي كله بنقطعه، هذا لا يرمى، بتجمعه بتحطه في قدر في طنجرة في حلة على حسب اللهكنات واللهجات العربية، مع لتر أو لتر ونص ماء للحبة الواحدة قشرها، مع لتر أو لتر ونص ماء. بنضيف له كمان الكور القلب تبعتها، اللبة الداخلية القاسية اللي هو بيرموها الناس لأنه بيقدروش يمضغوها أو يأكلوها، بنقطعها وبنحطها من ضمن المكونات تبعت القشر تبع مين؟ حبة الأناناس. بنضيف له قشر ليمونتين، بنعصر الليمون بنحطه في كاسة على جنب وبنضيف القشر، لأنه القشر مليان بكتين وإحنا عايزين البكتين كألياف كمادة حارقة ومعززة للجهاز الهضمي وأيضا للجهاز الدوري ولتخفيض الكوليسترول. قطعتين من الزنجبيل الطازج، الزنجبيل الطازج مخفض للضغط، معزز للدورة الدموية، مخفض للكوليسترول، منشط للذاكرة، منشط لحرق الدهون، منشط للجهاز الهضمي، له فوائد عديدة جدا. قطعتين بطول الأصبع، قطعة من الكركم الطازج. الكركم بإمكانك تحطه إما من نوع اليابس كمان لأنه إحنا بدنا نغليه، أو تضيف من البودر، لكن الناس اللي بتعاني من الضغط ما بنكثرش من الكركم ولا من الزنجبيل الجاف، أما الطازج لا بأس في ذلك، الجنجرون بيخفض الضغط، الشيقول اللي موجود في الزنجبيل الجاف بيرفع الضغط. هذه لطلبة العلم وللناس يعرفوا أنه الزنجبيل الناشف إذا أخذته بكثرة بيرفع ضغطك، الزنجبيل الطازج الجنجرون بيعدل الضغط أو بينظمه مع تخفيض الكوليسترول وحرق الدهون الثلاثية. صار عندي المكونات كالتالي: قشر حبة الأناناس مع لتر ونص مية، مع القلب تبعها اللي هو لا تستطيع مضغه أو أكله بتقطعه بتحطه من ضمن المكونات، قشر ليمونتين من ضمن المكونات ويجب أن تكون مغسولات الليمونات، حطينا الكركم بطول الأصبع قطعة من الكركم الطازج مش موجود، بحط نص معلقة صغيرة من الكركم
المطحون أو قطعة من الكركم الجاف اللي موجود دائما عند العطارين اللي بنحطه مع طبيخ اللحم أو الرز أو خلافه من ضمن الشوربات. الزنجبيل أيضا في منه الجاف المطحون وفي منه الطازج. الطازج هو الأكثر فائدة لك إذا خاصة الناس الكبار في السن للقلب وتعزيز الدورة الدموية ونشاطها وتخفيض الكوليسترول وتعديل الضغط وتنظيمه. هذول بنغليهن مدة لا تقل عن 10 إلى 15 دقيقة يعني علشان نستخلص كل المكونات اللي أنا تكلمت عنها اللي موجودة في الأناناس، ألا وهي أهم قلنا المنجنيز. المنجنيز مهم جدا لتخليق كرات الدم الحمراء لأنه هو بيساعد في إدخال الحديد هو والنحاس جوا الهيموغلوبين لتكوين كرات الدم الحمراء، فبالتالي مفيد لفقر الدم أو للأنيميا أو لعلاج الأنيميا، معزز للقدرات الجنسية لأنه بيدخل كمساعد للهرمونات الجنسية وبالتالي بيقوي الباءة. أيضا المنجنيز بيدخل في محسنات المناعة. من ضمن المكونات ذكرنا المغنيسيوم والبوتاسيوم موجودة في كل هذه المكونات اللي ذكرناها. الكركمين موجود في الكركم هو مضاد أكسدة قوي جدا. الجنجرول والشيغول موجودات في الزنجبيل وهذول أيضا مضادات أكسدة قوية جدا، مع البروملين اللي هو موجود في الكور أو في لب الأناناس بكمية كبيرة جدا. غليناها 10-15 دقيقة، نزلناها عن النار، صفناها، سبناها تبرد. بعد ما بردت ضفنا عصير الليمون، بإمكاني أضيف أي عصير آخر، والعصير الآخر مهما كان عندك عصير برتقال أو جريب فروت أو خلافه، كل هذه عصائر معززة للمناعة بوجود فيتامين سي، محسنة للبشرة، طيبة الطعم، محسنة للطعم، بالإضافة أنها حارقة للدهون. الآن هذا المشروب غني بالبروميلين اللي هو قلنا هاضم وحارق للدهون، غني بالبكتين، غني بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، غني بالفيتامينات المعززة للجسم وقوته وطاقته. صار عندي مشروب مقوي، معزز للباءة، منشط للجسم لجميع خلايا الدهن، حارق للدهون، فأستطيع أن أسمي هذا المشروب الحارق للدهون بدون تعب وعناء. أستطيع أشربه مع الأكل أو بعد الأكل مباشرة، أستطيع أشربه، بإمكاني أضيف له عصير الأناناس الطازج اللي أنا أخذته من اللب، لكن أنا وفرت الأناناس الطازج لشغلات أخرى أو مع عصائر باردة أخرى هتكلم عنها في المشروب القادم بدون ما أتطرق إلى المشروب السخن. بالتالي صار عندي هذا المشروب، ضفت له معززات من عصير الليمون وعصير البرتقال أو أي عصير فاكهة متوفرة في الموسم اللي أنت عملت منه هذا المشروب. لا ترمي قشر الأناناس، استفيد منه. لا ترمي اللبة تبعت الأناناس الداخلية اللي هي القاسية التي لا تؤكل، استفيد منها بهذا المشروب الحارق للدهون. تستطيع أن تخسس وزنك مهما أكلت من أكل، استفيد منه. تابع الفيديو القادم، عصير الأناناس المقوي للباء بإذنه وتعالى مع عصير البنجر. تابعوني، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، انشروا ما يصلكم من علم كي تكسبوا أجر.